الموجز الرياضي ياتيكم من القناة الإلكترونية الأولى في الجزائر زاير تيوب، أهلا بكم. بداية اختير الدولي الجزائري محمد أمين عمورة ضمن تشكيلة المثالية للجولة 24 من الدوري البلجيكي، وجاء اختيار عمورة بعد قيادته نادي سان جيلواز لفوز ثمين أمام المضيف جينك بهدف دون رد سجله مهاجم الخط، وبذلك الهدف رفع الدولي الجزائري رصيده في الدوري البلجيكي إلى 16 هدفا مواصلا تحطيم أرقامه القياسية في أوروبا. نبقى في أخبار محترفين، حيث تواجد الدولي الجزائري رياض محرز ضمن قائمة أفضل لاعبي نادي الأهلي هذا الموسم في دوري روشن السعودي. ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي أمس الأحد عبر منصة إكس تقريرا لأبرز أرقام لاعبي الأهلي خلال هذا الموسم، وجاء الدولي الجزائري محرز ضمن صدارة هدافي الأهلي السعودي برصيد 8 أهداف، كما قدم محرز 7 تمريرات حاسمة. يحتل لاعب الخضر رفقة ناديه الأهلي المركز الثالث في سلم الترتيب دوري روشن برصيد 40 نقطة من أصل 19 مباراة. في الشأن الرياضي العالمي، أثار غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة الاستعراضية لفريقه إنتر ميامي أمام نجوم دوري هونغ كونغ غضب الجماهير، ولم يشارك ميسي في المباراة بسبب معاناته من تمزق عضلي في الفخذ، وبقي على مقاعد البدلاء خلال المواجهة التي انتهت بفوز فريقه إنتر ميامي على نجوم دوري هونغ كونغ 4-1. وأثار غياب ميسي غضب 38,323 متفرجا دفعوا ما يزيد عن 125 دولارا أمريكيا لرؤية ميسي على أرضية الملعب، كما طالت صافرة الاستهجان أيضا مالك النادي الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكام، وطلبت الجماهير باسترجاع أموالها التي دفعتها من أجل مشاهدة ميسي في المباراة. ختاما، وكما جرت العادة، عنونت جريدة زير سبور في عددها الصادر لنهار اليوم عنوان مفاده خطوة لاحترافية، في إشارة لقيام الاتحاد الجزائري بقيادة وليد صادي بتنصيب لجنة للترشيحات تقوم بدراسة الملفات المتعلقة بتحديد هوية الناخب الوطني الجديد، حيث ستقوم هذه اللجنة بالفصل في هوية الناخب الوطني في أقل من 10 أيام. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية الموجز الرياضي، دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام. جالفور، القوة والمناعة من قلب الكوتيفوار. شيري يرافقكم في كان الكوتيفوار. استمتع بأجواء الكان مع بلاط. ليكس، الشيبس رقم 1 في الجزائر، يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. كادياس، طريقكم نحو الكوتيفوار. رامي، الذوق الأمثل في كان الكوتيفوار. تكنونورم، يتمنى حظ موفق للفريق الوطني. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.